خلوني اقول ملاحظه، يعني هشام كان بيقول ان الاعداد مش كبيره طبعا، يعني وانا في كده كذا لقطه جات لنا من الكاتدرائيه بتبين لاول مره مقاعد فارغه. ده مش خوف، ده حزن. في ناس كتير مش قادره تحتفل، وناس كتير مش قادره تخرج من بيتها في جو من الاحتفالات. لكن ان كان على التحدي فاحنا شعب يتحدى كل شيء، احنا شعب قدرنا ان احنا نقف امام مصاعب وكوارث كثيرة، وبالتالي ارجو انه المشهد اللي ممكن نشوفه من بعض المقاعد الفارغة لا يفزعنا. انا ده اول لقطة يعني وقفت قدامها من قلقي واحساسي انه هم هيقدروا يمنعونا ان احنا نروح نصلي، هم هيقدروا يخوفونا ان احنا نروح نقابل ربنا او نكلم ربنا او نقول له يا رب او ندعي له جوه الكنيسه. لا، محدش يقدر يخوفنا. لكن خلي بالكم ان النهارده يوم صعب، النهارده لسه الحادث قريب جدا، ايضا يعني الاجراءات الامنيه مشدده بشكل كبير، وكنت اتمنى الحقيقه ان هذه الاجراءات الامنيه ربعها ربعها، انا مش عايزاها كلها، ربعها يكون قبل الحادث. احنا دايما عندنا اجراءات امنيه عظيمه بعد الحوادث، لكن قبل الحوادث دايما يعني، ولكن قلنا في الكلام ده كتير.